تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. وصاحب جلالة كذلك شاف وحنا كنساء مغربيات ما يمكنش نساولو هذا الجميل اللي دار فينا، لأنه دار فينا جميل 2000 مرة. أنا مازال عاقلة كنت كنبغي نمشي ناخذ الباسبور ديال السفر، كيقولوا لي جيبي لوتوريزاسيون د راجل، جيبي الرخصة من عند راجلك، جيبي الإذن من عند راجلك. مازال عاقلة كنبغي نمشي نجيب جوازات السفر لولادي، كيقولوا لي جيبي رخصة الباور. فاذا راه ما تصوروش عندكم واحد تظهروا ان انتم شابات ما شفتوش داكشي اللي عشنا. ما يمكنش اليوم يجي شي واحد يقول لي سمحي لي يا مدام، ولكن حنا في القريه ديالنا ما يمكنش زواج القاصرات، باه ما عندوش وكيشوف بانه خصو يطعمها وخصو يلبسها، فاذا عايز يزوجها من 14 عام ولا 13 عام باش يتهنى منها. الله يا ودي، وفين هي المسؤوليه للحكومه؟ فين هي المسؤوليه ديالنا كسياسيين التربيه ديال البنات؟ انتما سمعتوا المؤشرات اللي عطى السيد الامين العام، يقول عندنا المشكل في التعليم، عندنا المشكل في الصحه، عندنا مشكل في 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 في, في يعني في لي بورس في المنح. ما يمكنش ما نوجدوش هذه مسؤوليه، لان كل واحد عنده مسؤوليه ديالو. صحيح الدار تربي، ولكن الدوله عندها مسؤوليه، الحكومه عندها مسؤوليه. ما يمكنش ما تكونش هذه مسؤوليه حكوميه، ما يمكنش الدوله ما تاخذش هذه المسؤوليه. كذلك سمعت امثله ديال وكطلبوا بالنفقه للراجل، ولا الراجل ما عندوش كيمشي للحبس. لا سيدي، كاش يمشي للحبس؟ الدوله عندها مسؤوليه. هذاك السيد ما خدامش، علاش ما يكونش واحد الصندوق ديال التضامن وعيبقى دين عليه فاش يخدم يرجع للدوله فلوسها ويعطي للمراه النفقه ديالها باش يمكن لها تربي الوليدات. فاذا كاينين واحد الميكانيزمات اللي كيمكننا على الصعيد الوطني نفكروا فيهم كاملين ونحطوهم باش نحميو البنيتات ديالنا. لان تزوج بنت ديال 12 ولا 13 عام راه كتزوج طفله هكذا، هذا اقتصاد، هذا اقتصاد ما يمكنش نسمحوا به ونخليوه في البلاد ديالنا، لانه ما كيشرفناش. ولكن ما يمكنش عاود ننساو النساء ديالنا اللي في القرى، اللي في الجبال، اللي مسدوده، اللي ما عندهم حتى شي، ما عندهم لا ما زوجهاش الوالد ديالها وما عنده ما يدير. فاذا كيخص ناخذوا على عاتقنا، وانتم حنا كاحزاب، انا كنهضر وانتم كنساء المراه الحره، بصح تخرج الجهات، تخرج القرى، تأطب هاد المواطنات، لأن خصنا بزاف، خصنا في التربية كذلك كاينة التربية ديال النساء يعرفوا شنو هما الحقوق ديالهم. لأن فاش كتربي شي واحد بأنه ما عنده حتى حق، أي حاجة عطيتيها له كتخلعو، أي حاجة، فهمتي؟ إلا يعني كنظن بأن نفتحوا العقول ديالنا ونكبروا ندخلوا في عقل النساء بنفسهم بان هذا حق ديالك، بان الرجل ما كثر ماشي كثر منك. ربي قال لك قوامون على النساء بما انفق، فهمتي؟ وحنا دابا حتى حنا كنفقوا الحمد لله، اللهم لك الحمد، كلشي قدام، فهمتي؟ فاذا وانا كثر من هادشي ديال النفقه والفلوس، لان الزوجي بيت الزوجيه والزواج الناجح ما كيتبناش على الحسابات الماديه، فهمتي؟ كاينين ونبداوها من الزواج. فاش كتجي تزوج بنت، انا نزوجت ثلاثه ديال البنات، فاش كتجي تزوج بنتك بالله عليك واش كتبيع بقره؟ واش غتجلس تشرط على كتشوف قبالتك الشاب مازال صغير عنده 25 ولا 26 عام غتجلس تشرط عليه؟ ما كتحشم كتقول انا ما كنبيعش بنتي، بنتي حبات هاد السيد وهاد السيد حب بنتي، الله يكمل بالخير، الله يجعل كلشي مبارك مسعود. ولكن ما كتشرطش، ولكن الدوله عندها واحد الدور، هي تكون واحد الحمايه وراء ديك العقد. الا كانت العائله كتحشم، الدوله ما كتحشمش، الدوله دير واحد العقد اللي هو ما بين الوراق ديال الزواج، مع قبل ما يتصدق الصداق، كي كيقول لك جيب شهادة العزوبة، وجيب شهادة ديال الطبيب، وجيب شهادة ما عرف شنو، كيعطيوك هذيك العقد، هذيك العقد فيه واحد الشروط أدنى، هادو هما الشروط، هادشي علاش غتزوجو، هادو هما الحقوق ديال المرأة ديالك، قبلتيهم مبارك مسعود، ما قبلتيهمش واخويا ما تزوجش، فهمتي؟ فإذا كيخص حتى
كذلك تناخذ الدوله تفكر في ميكانيزمات باش تحمي الرجال ديالها والبنات ديالها، لان شو حنا كنساء كنحسوا بالظلم وكنحسوا بان ما كايناش عداله، ولكن ما ننساوش راه كاينين بعض الرجال حتى هما تظلموا. حنا ما بغيناش مجتمع فيه المظلومين، حنا بغينا مجتمع ديال التوازنات فين جميع نهزوا كاملين، كل واحد يهز القنت ونمشيو بهاد البلاد بعيد، وما يمكننا نمشيو لها الا اللي عطينا المكانه للمراه، وباش يمكننا نعطيو المكانه للمراه اللي كتستاهلها واللي يمكن لها تبين على الجداره ديالها. اولا خصنا كدوله ناخذوا المسؤوليه ديالنا في التعليم، خص الفتيات المغربيات كلهم يتمدرسوا، ما يمكنش حنا الان الاميه عندها واحد النسب، لو جون هو النسب ياك، هو فيمينان، يعني فاش كتقول شي واحد اميه امراه، المؤشر ديال الضعف عنده كذلك واحد النسب هو نسوي، يعني اللي ما قارش مرا واللي ضعيف مرا واللي ما عندوش مرا، راه ما يمكنش هاد الهشاشه اللي فيها واحد 40% من النساء المغربيات خصنا نتكلفوا بها، لا كأحزاب سياسيه ولا كمنظمات ولا كدوله. من قرن وهي في التاريخ كنتمنى لكم النجاح والتوفيق باش تكونوا بحال المراه الحره، والسلام عليكم. شكرا مره اخرى للاستاذه حكيمه الحيطي. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.